تمر زفة شباب من العرس محروم. عباس انتيش غليون جابر المياحي. عباس يتيم الأبوين، له 7 خوات، كان له أمنية مجاهد. الشهيد عباس عنده ذكريات هواية يعني، لأنه احنا من الطفولة أصدقاء نفس المنطقة، طبعا احنا منطقة حي الزهرة، فهواية عنده ذكريات يعني، يعني رياضة، أماسي شعرية كانوا يعني يشاركنا، الخدمة الحسينية، العزاءات، المجالس، هو كلها كان حاضر بها. هاي الشهيد كان مجاهد في فرقة العباس القتالية، أحد مجاهدي الأبطال. أمنية عباس أن ينصب الموكب. عمري 13 سنة واستشهد عباس، وطبعا لحد الآن أتذكر مواقف يعني بين عمي وأبوي وحتى وياه، يعني يعني ما يعتبرني طفل، يعتبرني كأخ صغير يعني. إلي من الزغر أنا وياه، هو منطقتنا. قبل لا نصعد يومين أحلم به بالمنام عباس يستشهد، وكان صديقنا جحفر العبادي، وكنا نمشي احنا بايام هاي المحرم هاي، فسألته قلت لعباس انا هاي يومين احلم بيك تستشهد، قالوا هذا طريق الحسين هذا بعد احنا. هنيئا له. صار سوء تفاهم مرة بيناتنا، وبقينا يعني فترة قليلة ما نتحاكى بيناتنا زعل، فبعدها هو بادر ورجعنا علاقتنا الطبيعية. وهذا الموقف طبعا ندمان علي انا، لانه اقول شلون زعلته، كنا يعني حريصين علينا واخونا وصديقنا وربينا سوا احنا. عباس بهاي الفتره احنا ورا خلصت المشايه من قضاء القرنه، احنا صادف التحاقنا الى كربلاء المقدسه، ومن بعدها نتجه للموصل، عمليات غرب الموصل. اتجهنا اول يوم دخلنا المعركه، ثاني يوم عباس استشهد رحمه الله على روحه. عباس مواقفه هواي، وبالمناسبه انا وياه خلصنا فتره بالشمال، شمال العراق يعني، نشتغل كنا هناك. عباس صديق الطفوله، مو مثل يوم لو يومين او سنه وسنتين، لا صديق الطفوله. مواقفه هواي عباس صاحب غيره، هسه اي واحد تسال شباب منطقه حي الزهراء راح يتاثر، اي شاب يسال راح يتاثر. عاش يتيم محبوب، الناس كلها تحبه. في احد الليالي كنا نتمشانا ويا عباس، فوقت متاخر بالليل، فشفنا رجال وبيده طفل. عباس ركض عليه قال شنو هذا الطفل، فلما وصل له قال له اخذ المستشفى ما عندي وسيله نقل. فهو راح اكثر من مكان يركض، طبعا هذا الحكي مو مشي، الى ان ما حصل شيء. اجى السياره بعدين عرض لها بالشارع ووقفها، طبعا سياره حمل همه مو صالون او فد شيء يعني تاكسي، عرضها بالشارع ووقفها، وصعد الرجال وابنه الطفل وصعدوا ياهم، راح ياهم المستشفى وبقوا ياهم الى ان رجعوا. وقتها كنا بزياره الأربعين يعني تقريبا ورا شهر و15 يوم جينا، فخابرني صديقي قال عباس استشهد. احنا وقتها يعني ما مصدقين، فظلينا شيء تروح منا وشيء تجي منا لحد ما يعني الخبر تاكد صار اكيد كلش، فكان خبر يعني مؤذي مفجع. كنا قاعدين ببيته، كان يريد على ابواب زواج، او كان يشتغل ببيته احنا بنساعده، فيتمازح هو ويا وابن اخوه، قال له روح جيب فلان سلعه، ذاك قال له ما اروح، قال له جيب لي فلان سلعه ترى انا بعد ما رجعت. اي لا انصدق راح وبعد ما رجع. اكيد عاش ويانا عباس، مفتقدينه باكثر من موقف يعني، هواي مواقف تصير عندنا ومفتقدينه احنا. مفتقدينه بهواي وهواي مواقف، هواي مناسبات، إن شاء الله نعاهد نمشي على طريقة، طريقة أبو عبد الله الحسين عليه السلام. يقلون تون شلون ما ون ونا مدري بهن وين ما خا 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 خا
كنا فترة داعش وأيام زوار الإمام الحسين كانت تسير نحو كربلاء، فعباس بهاي الفترة راد ينصب له موكب، كانت إمكانيته المادية قليلة، أمنيتي أبيع بيتي وانصب الموكب. يعني هو هذا الشيء إحنا اللي طلبناه وردناه، لأنه عباس يبقى بيناتنا، وحتى إحنا هسه من نخلص نتوجه إنه بالكربلاء للزيارة، طبعًا نروح للقبر مالته، نروح نزوره ونوصل له بأنه الموكب هيك وخدمنا وباسمك والثواب لك هدينا. بالبداية وفاءً للإمام الحسين عليه السلام، هو كان يعني أمنيته يسوي موكب، وقدر المستطاع بده يسوي موكب، يبيع بيته، يبيع ما أعرف شنو، أهم شيء يسوي موكب. فمن استشهد قاعدين إحنا طرحنا هاي الفكرة وسوينا الموكب، سميناه باسمه. فهاي الشباب، هاي ثل المجاهدة الطيبة المؤمنين، حققنا أمنية هذا المجاهد الشخص اليتيم، أنصبنا هذا الموكب وسمينا الموكب موكب أصدقاء الشهيد عباس باسمه. هذا الموكب من 2017 بدينا بإمكانيات بسيطة، والحمد لله ولحد الآن إمكانياتنا بسيطة. ليش بسيطة؟ بسيطة المال، وهذا ما يعادل ذرة لأبو عبد الله، دائما نقول بسيط، ما مقدمين لأبو علي. بس طبعا هاي كل سنة نجددها، بأنه احنا باقين بهذا الموكب، والموكب باسمك، والثواب الموكب هو بثوابك، فنعاهده من هذا المكان، من هاي الكاميرا، فنعاهده ونقول له احنا راح نبقى نستمر خدمة زوارة أبي عبد الله باسمك إن شاء الله. والله يعني أكثر الشباب، وأنا من ضمنهم، دائما نحلم به موجود هنا ويانا بالموكب. يعني كل سنة شخص يحلم به وأنا من ضمنهم. الموكب موكب خدمي وطبابة واستراحة، هنا هاي الاستراحة، الناس الزائرين الكرام نقدم لهم الخدمات بهذا المكان، شوية جو بارد هنا، وهنا نقدم الحلويات والشربت والعصائر، هاي هنا نقدم لهم هذا الموكب. بدينا ب 15 شاب، وما شاء الله 15 شاب كفكرة بس، لا كمنطقة كاملة من شيب وشباب وأطفال بالموكب. هذا الاسم دائما الناس ترد عليه، فيجذب الانظار والانتباه الزائرين والناس، واكثر الناس من زوره وتسال عليه تتاثر بقضيه عباس نتيش. هو يعني يلفت الانتباه هذا الاسم، فنشرح لهم عن عباس وعن شلون كان بده يسوي موكب ونيته يسوي موكب وهاي، فاحنا سمينا هذا الاسم لان احنا اصدقاء. وكان قد الاسم الشايله، فمثل ما قلت لك عباس صاحب غيره، عنده مواقف هواي انسانيه، فما يسعد وقته يعني اسولفين كلهن اذا تحكيهن. فاسم على مسمى عباس. احنا غير حسين ما عندنا وسيله.